الرحمن الرحيم. معكم نور الدين يعقوبي، رياضي سابق دولي ومدرب مدرب في رياضة الجيدو. الآن راني مدرب سابق في المنتخب الوطني الأواسط ومساعد مدرب في المنتخب الوطني أكابر سابق، والآن راني مدرب تاع المجمع المصري. انطلقتي مع الرياضة في دائرة الأربعاء، وكانت الناس دير رياضة جيدو تمارس، وأنا رحت التحقت بالقاعة الرياضية لجيدو وين شافوا فيا بلي عندي إمكانيات نكون أول شيء. أنا رحت باش الرياضة هذه كنت التحقت بها، كان الأخ اللي عاوني باش التحقت بها، ومن هناك بدأت المسيرة الرياضية وين حبيتها هذه رياضة جيدو. أنا دخلت في مارس رياضة جيدو في 83 هذا الشيء، ومن بعد كانت الانطلاقة اللي كانت من مدينة الأربعاء، وين كانوا مدربين ما شاء الله في المستوى. مع المستوى البطولات الإفريقية كنت شاركت في واحد 12 أو 13 البطولة الإفريقية، وتحصلت على 7 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، هذا من ناحية الإفريقية. من ناحية الوطنية كان عندي 10 ألقاب وطنية. من ناحية الدولية كنت حصلت على دورات دولية بإيطاليا تاع ساساري، دورة كبيرة وين يشاركوا فيها 105 بلد، مشاركة كبيرة وضخمة، وين تحصلت على ميداليتين فضيتين هناك وميدالية برونزية. وكانت دورة روما الكبيرة، دورة روما، وين تحصلت على ميدالية ذهبية، هذو الدورات الدولية. وكانت دورة تشيكوسلوفاكيا وين تحصلت على برونزية، وشاركت مرتين في الألعاب الأولمبية. بعد كان عندي الوقت وين أنا تأهلت 3 مرات في الألعاب الأولمبية، أتلانتا وسيدني وأتين، بصح شاركت مرتين في، كان عندي مشاكل شوية في أتلانتا، كنت صغير شوية وجزت في مرحلة صعبة صعبة صعبة. وما تنساوش بلي أنا من مدينة الأربعاء والجزائر، جازت صعبة وقت صعيب كثير، وين شاركت برك في سيدني واحتليت مرتبة التاسعة ومرتبة التاسعة في أتين، هذه الألعاب الأولمبية اللي شاركت فيهم. وآخر إنجاز درته تسمى، راني نقول لك بطولة العرب وهذو تحصلت عليها كثير، وآخر إنجاز درته درت بطولة عالمية في أمريكا وين تحصلت على مرتبة أولى، وين شاركنا في البطولة العالمية وعزون حسن عبد الله صفيان، وين حصلنا على ميداليتين ذهبيتين وعدة ميداليات، ومنها ميريجا ميدالية فضية. كل ما نديرو لقب نفرح به، علاش؟ باسكو هذاك اللقب ما جاش من عدم، شو تعبت عليه. هذا الشيء تسمى الالقاب، انا بور الالقاب كلهم متساويه، علاه؟ باسكو راك تتعب عليهم، ونهار كي ندير لي شاك تسمى ننهزم ولا نزيد نخدم باش نعاود نولي، باسكو البطل هو اللي يريح على الـ على الـ على الـ على المستوى. الفريق تاعي المجمع النفطي نشكرو على راسهم كل المسؤولين، خاصة يتكون من رياضي النخبة ومصارعين قدامى، من بينهم نذكرهم لك شوية، كان شيخ جلالي، كان حليش، كان جاهي التواتي، كان بوفمارة، كان رئيس الفرع مالا، كان بوطمشة ماناجير، كان الآن كورديناتور بن يخلف، سليمة سواكري، بوعيشاوي، رباحي، بويعقوب، هادو وهاد أرمادة من رياضيين قدامى. ونور الدين كان دائما متألقا، يعني لا سيما على الصعيد الوطني ولا القاري ولا الدولي، دائما كان يحط البصمة تاعو، وكان يعني رياضي عنده ألقاب كبيرة ولا بأس بها، كان دائما شرف الجزائر، وكان معروف حنايا يعني دائما نقولوا له الجلادياتور، يعني معروف بالشجاعة القوية تاعو وما يوليش للوراء أبدا، يعني مهما يكون حتى ولو خسر يعني يدير منازلة في المستوى، يعني كان عنده مستوى عالمي. وأنا الاتحاد نهار بروبوزاو لي باش نحكم الفريق الوطني، أنا واحد من الناس اللي بروبوزيت لهم يعقوبي يخدم معايا،
باسكو الحمد لله نتفاهموا بزاف بزاف انا وياه، وعندنا كما نقول لك عندنا ميثود ترافاي تسمى نتكل عليه ويتكل عليا، مام انا كي نكون غايب ولا تسمى عندي ثقه فيه، عندي ثقه فيه كبيره باسكو نعرف على بالي خدمته كيفاش دايره. والحمد لله كنا تحصلنا كنا درنا نتائج مشرفه ودالوا لنا والعائله جيدو عائله جيدو في الجزائر على بالها كاع الريزلت تاعنا اللي درناها. الحمد لله قدرنا باش نعاودوا نحيوا نعاودوا نرجعوا الجيدو الجزائري في السكه الحديديه. الأولمبية كنا قادرين نحصلوا على ميدالية، وأنا كنت نشوف كنت نشوف الياس بو يعقوب كنت نشوف فيه بلي راح ياخذ ميدالية، وما ساعدوش الحظ هو عدم استقرار الطاقم الفني هو اللي ما خلاش الجزائر تجيب ميدالية. أنا ليا أنا كليا كعدم استقرار الطاقم الفني هو اللي خلى إفشال جيدو الجزائري في الألعاب الأولمبية. كي نخزر مورايا ما نندمش، علاش؟ كنت انا انسان خدام ومديت واش نعرف ومديت واش نقدر، دونك اتليت. كي نغزر مورايا انا نقول لهم انا التاريخ تاعي مورايا، انا مديت واش قدرت الحمد لله للبلاد هذه، مديت واش قدرت العشريه السوداء ولا مديت وشرفت العالم الجزائري في كل مكان، وقدرني ربي دونك مدرب مديت واش قدرت انا، وقدرني ربي زدت شرفت الجزائر وسمعنا النشيد قسما في امريكا. انا الان زدت وراني رب عائله، نسمى زدت فرحت هذه الحاجه، فرحت للعائله تاعي للدوله تاعي للبلد تاعي باسكو نحبونا كرو الجزائر صرفت علينا هذا الشيء. احنا الجزائر مدت لنا كي كنا صغار درنا تربصات في الخارج وكذا. انايا واش نتمنى يكون رياضي يتدرب عندي في الفريق يكون بطل اولمبي او بطل عالمي، او كي نكون في ولا كنت ما انا المهم نقول كي يكون عندي في الفريق ويروح يسافر ويجيب ميداليه نكون شاركت ان شاء الله. البطل الاولمبي اللي يكون البطل العالمي نكون انا شاركت معاه بقسط قليل او كبير، هذا هي الحاجه اللي يعني نتمناها.